وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وكيف لي أكل التراب محاسني فنسيتكم أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم قلة الأحباب فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم قلة الأحباب